فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله، أم يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده؟ نعم، سبحان الله وبحمده هذه كلمة عظيمة، كلمتان خفيفتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. نعم.